السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم فيصل. اليوم جبنا لكم فيديو جديد. في هذا الفيديو على واش غنتكلموا على موضوع يعني قلقني بزاف ودائما ما نشوفه في السوشيال ميديا، في جميع مواقع السوشيال ميديا كامل تلقى هذا الموضوع اللي هو التعليم. والتعليم هزين على اساس شيء تافه، كشغل ديروا عليه فيديوهات تمسخير ويقولك انه التعليم مش مليح، ويقولك مش مليح تكمل التعليم للنهايه سما تخلص قرايتك في الجامعه وكلش، ومش راح يفيدك ماكش راح تلقى خدمه. هكذا تلقى مثال السيد ناجح بزاف في السوشيال ميديا، تلقى عنده بزاف فولورز، ويقول انه التعليم مش مليح والله مش راح يفيدك، والله تجيب شهاده ما عندك ما تدير بها. صح، من جهه الكوميديا نورمال عادي ضحكنا نضحكوا كلش، بصح كاين اشخاص هزينها بجديه سما يقول له جي هذاك السيد عنده بزاف فولورز، كاع عنده بزاف فولورز وناجح ومنه وعنده الدراهم، بصح شو هذاك السيد اما مخلص قرايته وما لقاش خدمه راح للسوشيال ميديا، اما ما كملش اصلا قرايه ما قدرش اصلا يكمل، لانه كاين بزاف اشخاص يلحقوا للجامعه ما يقدروش حتى يكملوا، ولا كاين اشخاص ما يقدروش يجيبوا الباك ومن بعد يحبسوا ثاني يوليو يدخلوا في السوشيال ميديا ويجيبوا لهم ربي وينجحوا. يوليو ذوك الاشخاص يولدي عقليه تاعهم تولي تقريبا كيما العقليه تاع الناس هذوك، والله كيما يقولوا لهم الناس هذوك يتبعوهم. وثاني كاين اشخاص يتبعوا شعب يتكلموا هذوك الناس يحبسوا الدراسه ويكملوا يدخلوا في السوشيال ميديا وما ينجحوش، ومن بعد ما ينجحوش في السوشيال ميديا يزيدوا يحبسوا السوشيال ميديا ومن بعد يقعدوا ديريكت، سما ما يقدروا يكملوا منها ما يقدروا يكملوا منها. ونعطيكم حاجه، شيء واحد كيما يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه، ومن بعد يجيك شخص يقول لك هو اصلا ما قدرش يطلع الجامعه، يجي ليك يقول لك الجامعه هذه ما عاد حتى معنى تطلع ولا تقعد، ماكش راح تلقى خدمه، راح تقعد قاعد في الدار ولا تروح تخدم برا. فاهمين يعني الموضوع شو هو؟ هو انه شخص اصلا ما يقدرش ينجح في الدراسه، والدراسه يعني الشهادات لا ما لقيتهاش دوك تلقاها من بعد. مثال هذا الشخص اللي جاب مثال الماستر ولا ليسونس ولا دكتوره، ولا هي دكتوره تقريبا تلقى الخدمه، دكتوره تلقى الخدمه، لكن الماستر لازمك تحوس، الماستر يكون عندك شونس اكثر من ليسونس. هذيك الشهاده مثلا نقولوا في العام الاول راك ما لقيتش خدمه، انت راك تحوس. هذاك الشخص اللي راه في السوشيال ميديا عنده شهاده ونجح في السوشيال ميديا، السوشيال ميديا مش راح تدوم له اصلا، لانه السوشيال ميديا تجي وقت وتروح، انت الشخص هذاك خلاص يروح، مادام السيد هذاك نجح في السوشيال ميديا مثلا نقولوا طلع ما نبيش قدام مليون ولا زوج ملايين، يلحق وقت يروح خلاص الناس يوليو يكرهوه، في نفس الوقت يروح يحوس، عنده شهاده يروح يحوس بها على خدمه، او في نفس الوقت السيد كيكون ناجح يكون يخدم في مشروع بحيث انه كي يطيح به يلقى المشروع تاعو. هو السيد هذاك يجي يخمج عقليه الناس، يعني تقريبا سواء كانوا اطفال ولا كانوا في سن المراهقه، هذو الاشخاص يتاثروا بالكلام هذا. من المفروض انه الشخص كيكون عنده تفاعل يكون عنده متابعين بزاف يدير فيديوهات توعويه انه يشجع الناس على الدراسه، ويشجعهم ثاني على اساس باش يديروا مشاريع جانبيه. سما الشخص كيكون داير هدف في راسه حاب يكمل فيه لازم يدير حاجه ثانيه باش هذاك الشيء يدعم به الشيء الثاني اللي حاب هو يحقه. وانا نعرف بزاف اشخاص، كاين مثال برا هكذا برا مش السوشيال ميديا، والله وفي السوشيال ميديا كاين تقريبا 80% اللي يجوا يتكلموا في هذا الشيء، مش نهضر لك انايا في الخارج، انا نهضر لك في الوطن العربي في الخارج ما على باليش، لانه الاشخاص قلت لكم انا نعرف اشخاص برا هما في الاصل تلقى يخلص قرايه يروح مثال يتبع واش دار البيو والله المهم ما عندوش مثال هكذا عفسه يروح يحوس على خدمه فنيانين. كاين اشخاص انا نعرفهم يخلصوا قرايتهم يقعدوا في الدار وتلقاهم ضاروا يدوروا برا، ولا يروح يخدم عند واحد يعرفه، ولا تلقى يخدم مع بويو. هذه هي، هذا هو الواقع تاعنا، ما يروح يحوس على خدمه، ولا اذا لقى خدمه بالقرايه تاعو ولا قريبه للقرايه تاعو يروح يشوف السلاك. هي في البدايه بالطبع يكون السلاك تاعك هابط في القرايه، راك تتعلم نظري والنظري تاعك راح تلقاه في التطبيقي، لانك تحتاجه باش تطور من القدرات تاعك باش تجيب الخبره الكامله تاعك وتنجح في حياتك. وبالطبع ما تتكلش غير على الخدمه، لازمك حاجه ثانيه، لانه كاين زوج حوايج. دوك انا عندكم مثال حي، هاو انا يا راني خدام وبالقرايه تاعي وراني في شغل ستاج، شغل ندير ستاج وسلاكي مش بزاف، وراني ندير ثاني في اليوتيوب، بصح كاين اشخاص تلقاه ضال قاعد في الدار، المهم اذا ما قريتش وما كملتش قرايتك ماستر ليسونس، المهم دكتوره، جرب قد ما تقدر باش تكمل قرايتك، لانه الشهاده هذيك راح تحتاجها،
وبالطبع ما تتكلمش غير على القرايه، لازمك تتكلم على حاجه اخرى، لازمك دير زوج حوايج دائما، لا راحتك منك تلقى منها، لا راحتك من الجهه الاخرى ثانيك تلقى من الجهه الاخرى. هذه هي، هذا شاني حاب نهضر لكم في الفيديو هذا، ونتمنى عجبكم المقطع ما تنساش تنزل تضغط زر لايك تشترك بالقناه اذا كنت ماكش مشترك، اذا كنت مشترك ما تنساش تفعل جرس التنبيهات، ويعني اذا كنت ماكش مشترك اشترك وزيد شغل جرس التنبيهات باش يلحقك الفيديو، لان اليوتيوب شويه هذا الوقت ولا ما يلحقش الاشعارات لجميع الناس. وكان معكم فارس، سلام.